كانت تعرف باسم جبل الكرم لكثرة الكروم المزروعة فيها ولكثرة الأشجار في مناطقها الزراعية المختلفة. هذا الاسم كان حتى القرن السابع عشر قبل أن يحول اسمها إلى طول كرم، والتي تقع اليوم جغرافياً في المنطقة الشمالية الغربية من الضفة الغربية المحتلة. في مدينة طول كرم مخيمان فلسطينيان للاجئين، أحدهما نور شمس شرق المدينة، والآخر طول كرم يقع وسطها. في المنطقة الشرقية من مدينة طول كرم يقع المخيم الأكبر مساحة بمئتي دونم، هو مخيم نور شمس، ولكن عدد سكانه يقارب اليوم 13,000 فلسطيني. مخيم نور شمس الشقيق التوأم لمخيم جنين، مخيم نور شمس الأخ الأصغر لمخيم طول كرم بحكم البعد الجغرافي، بحكم الامتداد للعائلة ما بين مخيم نور شمس ومخيم جنين، فهم ينتموا لنفس المنطقة، هي منطقة حيفا. مخيم نور شمس طبعا شاهد على حقبة تاريخية هامة في تاريخ الشعب الفلسطيني. مخيم نور شمس كان أولا محطة سكة حديد الحجاز، ومن ثم سجن في العهد الإنجليزي، أنشئ عام 1936، سمي باسم نور شمس لأنه كانوا أصلا يخضعوا لتحقيق في أقبي تحت الأرض، ومن ثم كانوا يشركوا في أعمال في كسرات على مقابل المخيم، أشغال شاقة، وبالتالي وكأنهم يخرجوا من الظلمات إلى النور، فأطلقت هذه التسمية نور شمس على المكان بفعل من قبل الأسرى اللي كانوا محتجزين في هذا المكان. معركة طوفان الأقصى كما أسمتها المقاومة الفلسطينية، والتي كانت في 7 أكتوبر، لم تكن البداية في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق في الضفة الغربية المحتلة. هنا في مدخل مخيم طول كرم وسط هذه المدينة كان جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين فيه بحجة أنه يطارد المقاومين في هذا المخيم. المخيم الأصغر مساحة ب168 دونما، وبتعداد سكاني يقارب 17,000 نسمة. هذه الحواجز الحديدية كان يضعها المقاومون وما زالوا في الطرقات الرئيسية في أزقة المخيمات الفلسطينية التي يقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش أصبح يدفع بجرافات لفتح الطرقات أمام آلياته العسكرية المقتحمة للمخيمات في طول كرم وجنين. أكثر من 20 عملية عسكرية منها في مخيمي طول كرم، قتل خلالها نحو 70 فلسطينيا، واعتقل المئات، ودمر وخرب عشرات المنازل، وجرف الطرقات، كل ذلك تحت حجة مطاردة المقاومين والوصول إلى سلاحهم. فهد العصا، العربي،